أوجد قيمة x. لدينا 5x زائد 7 أكبر من 3 مضروبة في x زائد 1. إذن دعونا نحاول عزل x على جانب واحد من المتباينة، لكن قبل أن نفعل ذلك دعونا نبسط الجانب الأيمن. إذن نحصل على 5x زائد 7 أكبر من، دعونا نوزع هذه الثلاثة، يعادل 3 مضروبة في x زائد 1، أي 3 ضرب x زائد 3 ضرب 1. إذن هذا يساوي 3x زائد 3 ضرب 1 يساوي 3. الآن إذا أردنا أن نضع عبارات x على الجانب الأيسر يمكننا أن نطرح 3x من كلا الطرفين، وبهذا نتخلص من 3x عن الجانب الأيمن. لذا دعونا نفعل ذلك لنطرح 3x من كلا الطرفين، ونحصل في الجانب الأيسر على 5x ناقص 3x تساوي 2x زائد 7، ثم 3x ناقص 3x يتم حذفهما. كانت تلك الغاية وراء طرح 3x من كلا الطرفين. إذن 2x زائد 7 أكبر من 3. الآن يمكننا أن نطرح 7 من كلا الطرفين لكي نتخلص من موجب 7 من هنا. إذن دعونا نطرح 7 من كلا الطرفين، ونحصل في الجانب الأيسر على 2x زائد 7 ناقص 7 يساوي 2x أكبر من 3 ناقص 7 يساوي ناقص 4. ثم دعونا نرى، لدينا 2x أكبر من سالب 4. فقط هنا يمكننا أن نقسم كلا الطرفين على 2x إذا أردنا. بما أن 2 عدد موجب فلا يتوجب علينا أن نعكس المتباينة. إذن دعونا نقسم كلا الطرفين على 2 ونحصل على x أكبر من ناقص 4 تقسيم 2 يساوي ناقص 2. إذن الحل سيبدو هكذا. نرسم خط الأعداد. يمكنني أن أرسم خط أعداد مستقيم كهذا، هيا بنا. إنه ليس مستقيم كما يجب لكنه يفي بالغرض. دعونا نفترض أن هذا سالب 3، سالب 2، سالب 1، 0، 1، 2، 3. x أكبر من سالب 2، إنها لا تشمل سالب 2، إنها ليست أكبر من أو تساوي سالب 2، لذا علينا ألا نشمل سالب 2، ونستثني سالب 2 عن طريق رسم دائرة مفتوحة على السالب 2، لكن جميع القيم التي تكون أكبر من ذلك تعتبر قيم صالحة لحل المتباينة، تلك ستحقق هذه المتباينة. إذن أي شيء أكبر منها سينجح. دعونا نجرب عدد ما بحيث يجب أن ينجح، ومن ثم نجرب شيء ما لم ينجح. الصفر يجب أن ينجح، إنه أكبر من سالب 2، إنه يقع هنا. دعونا نتحقق من ذلك. 5 مضروبة في 0 زائد 7 أكبر من 3 مضروبة في 0 زائد 1. إذن هذا يساوي 7، لأن هذا عبارة عن 0 زائد 7، يجب أن يكون أكبر من 3. إذن 7 يجب أن يكون أكبر من 3، وهي بلا شك كذلك. الآن دعونا نجرب شيء لن ينجح. دعونا نجرب سالب 3. إذن 5 مضروبة في سالب 3 زائد 7، دعونا نرى إذا كان أكبر من 3 مضروبة في سالب 3 زائد 1. إذن هذا يساوي سالب 15 زائد 7 يساوي سالب 8. دعونا نرى إذا كان هذا أكبر من سالب 3 زائد 1 يساوي سالب 2 ضرب 3 يساوي سالب 6. إذن سالب 8 ليس أكبر من سالب 6، إن سالب 8 أكثر سالبية من سالب 6، إنها أقل من. إذن من الجيد أن سالب 3 لم تنجح لأننا لم نشملها ضمن مجموعة الحل.
لقد جربنا شيء يقع ضمن مجموعة الحل وقد نجح، وشيء ليس ضمن مجموعة الحل ولم ينجح. لهذا يجب أن نشعر شعورا طيبا حيال ذلك.